عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات: المؤكد الأول القسم الذي دل عليه اللام، المؤكد الثاني اللام، المؤكد الثالث نون التوكيد. وإذا كان الخبر مؤكدا بأكثر من مؤكدين يعد خبرا إنكاريا. إذا قلنا إن هذا إنكاري فإنه يقدح في تصديق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب موجه لهم وحاشاهم رضي الله عنهم، فقد وصفهم الله عز وجل بالصدق: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومن هنا فإن الخبر قد يؤكد بأكثر من مؤكدين لا للدلالة على الإنكار، وإنما لأمور: إما لشرف المؤكد، وإما لتقوية المؤكد وتعظيم شأنه. فأما النوع الأول فكما لو قلت: والله إن أفضل كلمة لا إله إلا الله، فهنا شرف تؤكد بهذه المؤكدات لشرف هذه الكلمة لشخص لا ينكرها. وأما الأمر الثاني فهو كما ذكر هنا لتقوية الكلام والتنبيه عليه. فليس كل خبر يؤكد بأكثر من مؤكدين يدل على الإنكار. ومن ثم فإن البلاغيين يقولون: لا يمكن لشخص يفهم البلاغة إلا من عنده ذوق، عنده تذوق. هذا التذوق يحصل بإمعان نظر في السياق، فإذا نظر في السياق تبين للقارئ أو للمستمع، تبين له ما المراد من هذا الخبر. كذلك هذا ينطبق على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.